روان السبايلة، صاحبة أكاديمية لومير، لومير أكاديمي. أنا دارسة لغات في الجامعة الأردنية، أدب فرنسي، وكملت بفرنسا ماجستير. بوجه لكل حدا دعمني إني أفتح هذا المشروع، مع إني كنت خايفة لأني أنا متعودة أشتغل هيك لحالي برا أو براكز برا، أهلي وإخواني أكيد، كل حدا دعمني. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بالأستاذة روان السبايلة. بداية سعد مساكي. أهلا وسهلا. كل سؤال في البداية تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا روان السبايلة، صاحبة أكاديمية لومير، لومير أكاديمي. أنا دارسة لغات في الجامعة الأردنية، أدب فرنسي، وكملت بفرنسا ماجستير، وبلشت معلمة من 10 سنين بدرس اللغة الفرنسية في كتير من مراكز برايفت، مدارس انترناشونال، ولعد ما اجتني فكرة انه اعمل هذا المركز. بالتوفيق. بس تحكي لي ليش اتجهتي لانشاء هذا المركز؟ اتجهت لهذا المركز اول شيء عشان يكون لي شغلي الخاص، ثاني شيء يعني هو اشي مطلوب هلأ، خصوصا بعد كورونا ومستويات التعليم قلت، او يعني الطلاب صاروا اكاديميا مش كتير زي قبل، فصار يدوروا على التقوية، وبتعرفي مراكز بتكون يعني اقل من البرايفت، فصرت احس الناس تطلب هذا الاشي، ومنطقتنا هون بالضاحية ما فيها يعني ما فيها مراكز، فدرست الموضوع من هاي الجهات وفتحنا. بالتوفيق. بس شو هي أهم الخدمات والدورات اللي أنت عم تقدميها هون عندك بالأكاديمية؟ أوكي، إحنا من نعمل دورات لغات، كل اللغات ليفلز يعني فرنسي، إيطالي، إسباني، ألماني، تركي، كل لغة 12 مستوى زي ما بتعرفي، بالإضافة لدروس التقوية للتوجيهي والمراحل اللي أقل. نعم. كل المواد. بس شو اللي عم بميزكم عن المراكز الثانية؟ اللي بيميزنا يعني هو أخذنا أكثر من شغلة، الأسعار، يعني أخذنا بعين الاعتبار الأسعار، أساتذة يكونوا معروفين عندهم كفاءة بتدريس. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابة تعملي لقدام؟ حابة يكبر الموضوع، هلأ هو شوي يعني صغير كبداية، حابة إنه الموضوع يكبر يكون له اسم، حابة يكون له فروع تاني بعمان، وأهم شيء يعني نسبة نجاحه مع الطلاب، و يعني هيك إن شاء الله. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي أنت عم تواجهها بهذا القطاع. أهم المشاكل إنه ما عندهم ثقة بالتعليم أو بالأساتذة اللي بيكونوا موجودين. يعني لازم يجربوا، لازم يجربوا الأستاذ، ما يعني ما عندهم ثقة بالأستاذ أو المعلمة الموجودة، فاضطرينا نعمل أشياء مجانية، حصص مجانية عشان يتعرفوا يتأكدوا من الأساتذة والمعلمين الموجودين. صار في ما في ثقة بالتعليم صراحة. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة، ماذا ستقولي له؟ راح أحكي له أنت أول حدا بدعمنا بالتعليم، وسمعة التعليم بالأردن كتير ممتازة حتى من الناس اللي بيجونا برا، طبعا بقيادته أكيد. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع الوصول لهالمرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمن بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه لكل حدا دعمني إني أفتح هذا المشروع، مع إني كنت خايفة لأني أنا متعودة أشتغل هيك لحالي برا أو براكز برا، أهلي وإخواني أكيد، كل حدا دعمني. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ هلأ طرق التواصل معنا عن طريق صفحات بالفيسبوك وإنستغرام اسمها لومير أكاديمي، موجود عليها كل الديتيلز، كل الدورات اللي بنعطيها واللوكيشن، رقم تليفون، واتساب، بهاي الطرق بقدروا.
شكرا لك. وفي نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر الأستاذ روان سبايلي على حسن استضافتها لنا وعلى أمل لقائي بكم مجددا وارتشاشا. أهلا وسهلا. شكرا إليك. أهلا وسهلا. مرحبا معكم بأكاديمية لومير. هاي الافتتاح نحن إنا صرنا تقريبا فترة قصيرة. أنا رنا مهند الشيخلي، عراقية عايشة بالأردن صار لي 10 سنين. أنا وروان صاحبات وتعرفنا على بعض وفكرنا أنه نسوي أكاديمية، والحمد لله يعني إن شاء الله نشوف على وشها الخير. أكاديميتنا بتعلم من يعني المراحل الابتدائية للبكالوريا وكل المراحل، وفيها اللغات مختلف الأشكال من عربي إنجليزي فرنسي إلى آخره مثل ما بتحبوا. بميز أكاديميتنا هي موقعها الجغرافي، أنا بشوف موقع ممتاز معروف للكل، بيخدم ضاحية الرشيد وسكان ضاحية الرشيد بحيث أنه هي تفتقر لها الأكاديمية. فأنا بشوف اللي بيميزها أنه الموقع الجغرافي يعني ممتاز لها. غير هذا أنه الأساتذة كلهم ما شاء الله عليهم يعني ممتازين من حيث علمهم ثقافتهم شهادات كلهم عندهم، حتى يعني روان عندها ماجستير ما شاء الله عليها، أغلبهم من شهادات عليا مو بس بكالوريوس. فيعني إن شاء الله خير نشوف عليها وجه الخير.